نتحدث شيخنا الكريم في هذه الحلقة تحت عنوان جسد بلا روح. فيبدو أن كثيرا منا ولو لم يكن بشكل دائم بين فترة وأخرى يمتلك جسدا مسلما، لكن روحه لا ترتبط بهذا الإسلام. إما أنه يصلي ولا يدري ما صلى، ولا يقطف لا من خشوعها ولا من ثمارها ولا من حلاوتها، وإما أنه يصوم لكن لم ينل في هذا الصيام إلا الجوع والعطش، لم يدرك معانيه ولم يدرك حتى جمال الدعاء فيه. ما الذي يحصل معنا جسد بلا روح؟ حلقتنا لهذا اليوم: لماذا نعيش أحيانا جسدا بلا روح؟ وضعت يدك على شيء خطير. هناك حقائق الإيمان، كتب بالعقيدة، بالشرع، بالواجبات، بالفرائض، بالمستحبات، كتب، مليون كتاب. هي حقائق الإيمان، معلومات. مثل ماذا دكتور؟ أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج، بر الوالدين، أحكام لا تنتهي، مئات ألوف الأحكام المستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله. هذه الأحكام لها نصوص تحتاج إلى قراءة، إلى فهم، إلى حفظ، إلى كتابة، إلى تلخيص، إلى تعليق، إلى إلى إلى. هي كلها نصوص، هي حقائق الإيمان. لكن حلاوة الإيمان شيء آخر. يعني ممكن أن تقتني كتالوج لمرسيدس 2018، صور رائعة جدا، المحرك، الفرش، لوحة البيانات، الألوان، الخصائص، قوة المحرك، معلومات غزيرة جدا وصور رائعة جدا. لكن هذا صور، ليست سيارة. حلاوة الإيمان أن تركب هذه السيارة وأن تمتلكها. فالمسافة كبيرة جدا بين حلاوة الإيمان وبين حقائق الإيمان. قصر مساحته، المساحة الطابقية، إطلالاته، المسبح، الملعب التنس، الحديقة، المطبخ، غرف الاستقبال، غرف الخدم، تفاصيل مذهلة عن قصر منيف. بس هذا الكلام كلام ورق وخطوط ومساحات وأبعاد. فالاكتفاء به وحده لا يفيد، لا يقدم شيئا. نعم. فنحن حينما يعد الله المسلمين من خلال نبيه الكريم: لن تغلب أمتي، لن، لتأبيد النفي، من 12,000 من قلة. فإذا كان المسلمون 1,800,000,000 وليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وخمس عواصم إسلامية محتلة، أين وعود الله؟ المشكلة أنه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الحقيقة المرة، نحن لسنا مستخلفين، كما استخلف الذين من قبلهم قانون وليمكنن لهم دينهم، ونحن ديننا ليس ممكن، بل يواجه حرب عالمية ثالثة كانت تحت الطاولة، اليوم فوق الطاولة. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما في أمن إطلاقا، في قلق شديد من اجتياحات، من حروب، من قصف، من 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 إلى آخره. فالوعود الله عز وجل غير محققة، لأنه آخر الآية: يعبدونني. فإذا قصر العباد بالعبادة تخلى الله عنهم، وهذه الوعود ليست له معنى ذلك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقينا ذلك الغي. سبحان الله. وضع الشرق الأوسط مؤلم جدا، يعني تكالبت عليه شعوب الأرض مجتمعة أبدا. إذن تقاس هذه القاعدة شيخنا في نصرة الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية على النصر الفردي للإنسان على نفسه وإحساسه بصيام وصلاته. نعم. أيضا أما الفردي قائم. نعم. النقطة الدقيقة جدا، بارك الله بك. لو إنسان وحده من بين 1,800,000,000، نعم، وحده استقام، يخطف كل ثمار استقامته الفردية. وما هي هذه الثمار الفردية؟ الراحة النفسية، الإيناس، الإحساس بالتفوق، السكينة، الرحمة، الإقبال على الله، السعادة، مليون جائزة فيه، كلها فردية بس يتمتع بها وحدها.
أما كأمه إذا أقامت أمر الله في حياتها وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني يا محمد ما دامت سنتك قائمة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله، وما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة أبدا. الله يفتح عليكم يا دكتور. طيب إذن الآن دكتور ما يشهده كثير منا حينما يصلي ولا يدرك ما يصلي ويصوم ولا يشعر بلذة هذا الصيام، إذن هذه عبادات فرغت من مضمونها، فرغت كلامي دقيق جدا. يعني مثلا سيارة، الغلاف المعدني، المقاعد، بس لا في عجلات ولا في محرك، هي وقافة. ما الذي يحصل معنا دكتور؟ لماذا نصلي ولا نشعر بصلاتنا؟ لأنه اختلطنا مع الغرب، والغرب المعاصي كلها عنده. نعم. والشاشة نقلت لك الغرب بأكمله، فهذه الشاشة إلى آثار سلبية لا يعلمها إلا الله. يعني الشيء المستهجن في الإسلام محبب لك بالشاشة. يعني أكثر الأفلام خطورتها طرحها بخلاف القرآن، ما دام في له زوجة أو له صاحبة كمان وهي مقبولة بالمجتمع الغربي، أو عشيقتين أو ثلاثة، هذا الوضع خلاف القرآن. فلما إنسان بتابع هالأفلام دون أن يشعر يتسلل إلى عقله الباطن مشروعية هذه المعاصي والآسى. المعصية بمجتمع مسلم كبيرة كتير، جريمة. بمجتمع متفلت طبيعي، بلك عادي. هي كلمة عادي الآن يقولها معظم الناس، عادي. عادي كل واحد صاحبي مثلا، زميلة بالعمل، له علاقات مع علاقاتك مقبولة مثلا، هي المشكلة. إذن حينما عصى الإنسان ربنا سبحانه وتعالى حرم أن يتذوق لذة العبادة دكتور، حرم لذة الإيمان، حلاوة الإيمان. نعم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاثة. واحد، أن يكون الله يعني في قرآنه والنبي في سنته أحب إليه مما سواهما. متى؟ عند التعارض. طبعا أي إنسان مسلم بالأرض كلها تقول له سائلا أليس الله ورسوله أحب إليك؟ طب لك طبعا 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 طبعا. أما حين لما تعارضت مصلحته المادية، لازم يستورد بضاعة فيها شيء محرم، لك مضطرين عندي أولاد، لما هو سمح لنفسه يقترب من المعصية فقد لذة القرب من الله عز وجل. أجمل شيء بالدين القرب من الله، يعني حلاوة الإيمان. لما عصى الله عز وجل فقد حلاوة الإيمان. كلام مهم، كلام مهم جدا. صف الدين شكل صلوات، أذان، إقامة، فرض، سنة، قراءة، تجويد، ركوع، سجود، تمام، كله تمام. أما هل انعقدت الصلة مع الله؟ هل بكى في الصلاة؟ هل شعر بالقرب من الله؟ ما دام في عنده مخالفات، في اختلاط، في مخالفات، في ربا، طريقة بالشراء غير مقبولة، في بيع ربوي، شراء بتقسيط ربوي، ما دام خالف الله عز وجل حرم حلاوة الإيمان. صف الدين شكل، فأصبح جسدا بلا روح. أبدا يصلي أبداً، لكن لا روح أبداً بهذه الصلاة. وعندئذ تتعطل وعود الله للمسلمين، كلها معطلة. يعني هي معادلة متكاملة دكتور. أبدا أبدا. يعني عفوا بدي أجيب بسل، بس ما بدنا يكون في تشاؤم منه. بيت في ثلاجة، في فريزر، في غسالة، في مكيف، في مروحة، في 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 ميكروويف، شو بيخطر بالك؟ أجهزة، بس ما في كهرباء، كله واقف وكله قطعة بلاستيكية عبء عليك. فإذا جاءت الكهرباء، الغسالة غسلت، والثلاجة بردت، والميكروويفين سخن لك الأكل بدقائق، والمروحة كيفتك، كله اشتغل. عفوا هلا لأنه التيار الأساسي مقطوع، فمن هم أشقى الناس؟ يحرمون من الاتصال بالله لأسباب تافهة، ما له مرتكب جريمة، ما ارتكب جريمة الزنا، ولا قتل ولا شرب خمر أبدا. هي بيوتات المسلمين، ما فيها كبائر أبدا، بس الأشياء الصغائر تتراكم. يعني
أنت ماشي بطريق عرضه 60 متر، على اليمين 30 وعلى اليسار 30، في على اليمين وادي سحيق وعلى اليسار وادي سحيق. الصغيرة حرفت المقود سنتي واحد بس، سنتي بس، بس ثبته، ثبت الإنسان على هذه المخالفة البسيطة، إطلاق البصر، لكنه لم يستغفر عنها، ما استغفر. هل صغيرة إذا ثبتت ستوقعه قادته إلى الوادي. لذلك قال النبي الكريم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إذن فكرة دكتور، نحن أمرنا من الله سبحانه وتعالى بكثير من العبادات كقراءة القرآن والصلاة والصيام بهدف أن تنعش روحنا وأن تنعقد الصلة بيني أنا كعبد وبين الخالق سبحانه وتعالى، فأستمد من قوة الله طمأنينة أسعد بها بحياتي. تأتي الذنوب والمعاصي فتبقى أنت جسدا بلا روح، تصلي لكن لا تدرك ما تصلي ولا تقطف لا من ثمارها ولا حلاوة إيمانها. هذه القاعدة دكتور. يعني مثلا ببلغوك السفر بالصيف يكون الدولاب فيه كمية هواء محددة بحيث أنه على السرعة الهواء بيتمدد، فإذا كان ضغط العجلة لأقصى شيء تنفجر. نعم. وإذا انفجرت حادث مريع ومميت. فأنت حريص بالسفر أن تتبع تعليمات الصانع، بيقول لك لازم يكون بالسفر في حجم الهواء غير حجمه بالمدينة. نعم. ماشي على 200 على 150 والجو حار والهواء تمدد، فجر الدولاب وذا الأمامي راح حادث مميت صار. ليش بكل شيء تتبع تعليمات الصانع لاعتقادك الجازم أن الصانع هو الجهة الوحيدة الخبيرة في سلامة هذه الآلة وفي فاعليتها؟ فأنت بدافع من محبك لذاتك، من حرصك على سلامتك وسعادتك في الدنيا، تتبع تعليمات الصانع والكتاب والسنة تعليمات الصانع. أنا فيني أعصي الله بس في دفع ثمن باهظ بعده. فالبطولة أن تأخذ أمر الله وكأنك ترى نتائجه. إذن دكتورنا، المعادلة الإلهية يفترض في كل إنسان يصلي أن يذوق حلاوة الصلاة طبعا، والصائم أن يذوق جمال الصيام. يعني 5 صلوات بإقامة وأذان وسنة قبلية وبعدية وما في صلة بالله، معقول العبادة الأولى المتكررة التي لا تقف بحال أن تؤدى شكلا؟ فالاستثناء أنه أنك لا تشعر بهذه الصلاة، هل هذا دكتور هو في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ طبعا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجبوا بالمعصية، بسبب المعاصي. سيدي أي معصية من أي إنسان تحجبه عن الله. هل الحجب بمعنى أنه ربنا لا يسمح له أن يصلي دكتور؟ لا، الحجب على قدر المعصية. كلما كبرت الزنا غير إذا واحد أطلق بصره بالحرام. نعم. إطلاق البصر شيء والزنا شيء آخر. لمن يحجب عن الله دكتور مش معناها أنه ما بيصلي. لا بيصلي، بس الصلاة لم يقطف ثمارها. يعني يمكن يكون يصلي أصبح شكلية. قم فصلي إنك لم تصلي، النبي قال لواحد صلى الله عليه وسلم. الصلاة شكلية صارت. يعني ممكن أصوم وأكون محجوب عن ربنا. يعني حركات وسكنات وتمتمات وقراءات وأفعال، السلام عليكم السلام عليكم، ركوع سجود، هي حركات وسكنات. والصيام ترك الطعام والشراب، لكن لا تنعقد الصلاة أبدا الله. أبدا، بسبب أنه حجب بذنوبه طبعا. والحل دكتور؟ الحل استقامة، ما في حل ثاني سيدي. هذا دين تعليمات الصانع، ما لم يطبق لن تخطف ثماره، بالعكس ثماره سلبية بصير. يصنف أنه هذا متخلف، هذا متخلف، هذا ضبابي، هذا ملتزم متزمت، رأسا صنف تصنيف سيء. إذن شرعت هذه العبادات لتنعقد الصلة بيننا وبين الله. أبدا. تأتي الذنوب والمعاصي فتحجبنا عنها. وحلها قد يكون الحجاب مؤقت بحسب الذنب. نعم. انتهت المعصية انتهى الحجاب، وحل هذا الحجاب التوبة والاستقامة. أبداً. التوبة أبداً. الاستغفار عن الذنب والاستقامة، محاولة عدم العودة لإليه أبدا أبدا. جميل جميل، الله يفتح لك يا دكتور. وإلا يصبح الإنسان جسدا بلا روح أبدا، يصلي ولا يدرك، يقرأ قرآن ولا يخشع. لن كلام النبي كلام المعصوم، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، 1,800,000,000 ليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الذين يحجبون عن الله تبارك وتعالى. من هم الذين يحجبون؟ ماذا يكونوا ارتكبوا في حياتهم؟ أي إنسان وقع في معصية يحجب قطعا
قد يكون الحجاب كثيف نعم. أو قليل، طويل أو قصير. أي معصية دكتور؟ أي معصية. المعصية حجاب بين العبد وربه. طب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أكاد أقول أكبر عقاب يصيب المؤمن أن يحجب عن ربه. تماما. أب كامل تربوي عالم جليل رحيم له علاقة مع أولاده طيبة، إذا قال لي أحد أبناء لا تكلمني، أكبر عقاب هذا. صحيح. أكبر من الضرب، لا تكلمني. فالحجاب أبلغ شيء للمؤمن اللي عنده إحساس. صحيح. اللي عنده حساسية، اللي عنده هيك مشاعر لطيفة، هذا عقاب كبير جدا. والمقصود بأن يحجب عن الله أي لا تنعقد صلة بينه وبين أبداً الله. أبداً. يعني ممكن يصلي لكن لأن لا يذوق ذنبه حجبه عن ربه. يقرأ قرآن لكن لا يتدبر أبداً. ولا يخشع. حتى قيل من صلى ولم يشعر بشيء، من قرأ القرآن ولم يشعر بشيء، من ذكر الله ولم يشعر بشيء، فليعلم أنه لا قلب له، ما له قلب أساسا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا السبب المعاصي والآثام تحجب عن الله عز وجل. يعني مثلا بائع جاءته امرأة تريد شراء قماش، متفلتة، ملأ عينيه من محاسنها وتكلمها كلاما لطيفا في نوع من الغزال مثلا، هاللون بالبقلك يعني مثلا، أدنى العصر راح يصلي. أنا لا أصدق أن يستطيع أن ينعقد مع الله صلة. لما استمتع بمحاسنها، لما كلمها كلام رقيق لا يليق ببائع، لا يحرم الصلاة لكن يحرم حلاوة الصلاة، حلاوة الإيمان في الصلاة. نعم. فلما غابت عنا حلاوة الإيمان كرهنا الصلاة، ما لها معنى، حركات وسكنات. والله صدقت شيخ، أنت تصف الحال، كرهنا الصلاة. يعني في ناس يصلي ويكرهها لأنه عبء عليه كبير، ركعتين سنة قبلية والفرض وسنة بعدية، هو محجوب عن الله عز وجل. لذلك كل الخواطر تأتيه في الصلاة. عنده واحد ثلاث سندي تاجر بيحل مشاكل أول صندوق أول ركعة، والصندوق الثاني بتاني ركعة، والثالث تالت ركعة. لكن لما حجب، حجبنا عن العبادة الأولى في الإسلام. لكن لما تنعقد الصلاة مع الله يسر بالصلاة أبدا، فينتظر لا بد الصلاة من صلة أبدا. أرحنا بها. الله يفتح لك سيدي. كلمة واحدة الآن أرحنا منها، والعياذ بالله. والفرق كبير بين أرحنا بها وأرحنا منها. إن شاء الله نكون كما كان الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم. أرحنا بها يا رب. شيخنا الكريم، ذكرتم أنه العبادات سبب تشريعها حتى تنعقد الصلة بيننا وبين. نعم. الله. نعم. تأتي الذنوب لتكون حجابا بيننا وبين أبداً. الله. بعض الذنوب دكتور لا نلقي لها بالا. يعني اسمح لي أضرب المثال اللي أنت ذكرته لمن عن التاجر قبل قليل، وقلت يمكن يقول لامرأة تشتري من عنده هذا اللون بيلبق لك. كثير منا يقع بمثل هذه الذنوب. في أحيانا شيخنا شباب يبيعوا بمحلات الأزياء أو الملابس الشرعية ويدخل في أكثر من ذلك، يعني هذا ضيق عليك وهو ينظر يفصلها. وكثير من البنات لا تتحرج أنها تشتري من رجل. نعم. بأشياء خاصة أكثر. نعم. من ذلك، هل هذه معاصي تحجبنا عن الله دكتور؟ طبعا، يبعد عن الله عز وجل. لأنه هون عفوا، أولا كل سنتيمتر بثياب المرأة معلق بدينة، وكل حرف تنطق به معلق بدينة. ما عم تراعينا. ليش قلبك قاسي علينا؟ شو قلبك قاسي علينا؟ هي الامراه حكي بياع تترقق بالكلام. ليش قلبك قاسي؟ احنا جيرانك. ليش قلبك قاسي علينا؟ هو السعر كبير شيخنا، بدها هي ينخفض بالسعر، راعينا بس، من غير التكسب بالكلام ابدا، من غير اي انعطاف بالكلام. ولا تخطعن بالقول. نعم. نعم. فيطمع الذي في قلبه مرض. ليش قلبك قاسي علينا؟ بيطمع فيكي ابدا. خلي كلامنا نظامي. ممكن تراعينا؟ لا شكرا، امشي. الكلمه الضروريه يعني شو دليلها؟ سيدنا شعيب راى امراتين، قال ما خطبكما، كلمه واحده. سيدنا موسى بنات شعيب. الانسات شو خير؟ ليش هون موجودين الانسات الكريمات؟ ليش موجودين هون؟ بيلزم شي خدمه يخدمكم فيها؟ ما خطبكما، كلمة واحدة. مع المرأة التي لا تحل لك يجب أن تختصر الكلمة الضرورية، وإلا أي كلمة أخرى
تفهمها فهم آخر هي. إذا أنا كرجل لما يكون في حاجة لاختلاط أتواصل لكن بالحد الأدنى وللضرورة. أبدا. وكذلك المرأة من البائع نعم. أو السائق التاكسي نعم. أو أيا كان نعم. لكن الأخذ والعطى والترقق بالكلمات أصبحت معصية. أنا بسميها سامحني فيها تحرش المرأة بالرجل، والعياذ بالله. في تحرش الرجل بالمرأة، في تحرش المرأة بالرجل. شكرا لك أخي محمد ولسؤالك. دكتور، وصلنا سؤال أيضا من أحد المستمعين. لو إنسان بيصلي دكتور ولم تنعقد الصلة بينه وبين الله، لا يشعر بحلاوة الإيمان، هل هذا يعني أن صلاته باطلة أو لا أجرها لا لا أقل؟ لا أبدا، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أنا علي أتوضى وصلي السنة والفرض وأجهر بالصلوات الجارية، فاتحة وسورة ركوع سجود، هذا الذي علي. أنا أديت ما علي، بقي الذي لي. هي الذي لي نفحات من الله تأتي تباعا، تأتي بشكل مو دائم. ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، بالاستقامة والإقبال ودفع الصدقة. وصلي والغداء محطوط، لا تغدى أول. صلي وجايك تليفون من أمريكا، لا اسمع استقبل التليفون. الواحد لا يحب أن يؤخر الصلاة. نعم. دكتور ما في مانع يصلي أول، يعني إما يصليها بوقتها ويخشع. نعم. أو إذا سيشغل لكن ينتهي منه. مثلا هلأ أدن ظهر، هلأ ممكن لشي بعد نص ساعة، ما في مانع أبدا. وتأتي الذنوب والمعاصي لتكون حجابا من الله، فتحجب أبداً قلوبنا ولا تنعقد لنا صلاة، يعني جسد بلا روح. وعندئذ تصبح العبادات شكلا لا مضمون لها، بل كما تفضلتم ثقيلة على الإنسان. ثقيل جدا، لأنه لم يقطف حلاوة نعم. إيمانها فاستثقلتها النفس. يعني واحد دعاك لطعام ما في أكل، بس في صحون معالي وكاسة ترطأ كلها، ما بتجي مرة تانية. صحيح صحيح. وهكذا يعني الإنسان حينما يقصر بحق نفسه نعم. وحل هذا الحجاب التوبة الصالحة من أبداً الله سبحانه وتعالى.